السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا المنزل هذا كيرجع ما شاء الله تبارك الرحمن، ذاك الشيء رائع. الإخوان الله يجازيهم بخير. فشوفوا النتيجة النهائية، هذا المنزل هذا طلب منا الإصلاح بزاف، كان فيه بزاف ديال العيب، ولكن الحمد لله صلحناه. كان فيه العيب راني كنت درته في واحد الفيديو سابق، علاش قلت يعني واخا كتلقى البيليات مزيانين، كتلقى الحديد مزيان مول الدار، كيعطي واحد الحاجه اللي يعني واحد الحاجه اللي تمر فيها ديال واحد الدخل، وكيمشي باش يبني بها الدار ديالو، كيدير الحوايج، كتلقى الحوايج كلشي صحاحين، السيمه كلشي، ولكن ملي كتجي الفينيسيون كتلقى النتيجه غير مرضيه. ولكن الحمد لله طاح فينا، من فضل الله ربي وفقنا اننا نصلحوا هذا المنزل هذا. فشوفوا ما شاء الله كي كتشوفوا، يعني كل شيء تقنت، هو طلب منا واحد الجهد كبير، وفي الحقيقه حتى الاخوان الله يجازيهم بخير داروا المجهود ديالهم، شدنا شويه ديال الوقت، ولكن النتيجه كي كتشوفوا امامكم كانت رائعه الاخوان، الحمد لله من فضل الله. وحتى انا بحالي بحالكم، يلا اول مره كنشوف النتيجه النهائيه، وهذا من فضل الله تعالى. الاخوان الله يجازيهم بخير، يعني واخا ما كنكونش حاضر معاهم، صافي الاخوان يعني ولات عندهم واحد المهاره وواحد الحرفيه اللي كبيره وكبيره بزاف، يعني ما كيحتاجونيش انني نزيد نرشدهم على شي حاجه، يعني تقريبا نقدر نقولوا انهم وصلوا لواحد 97 95% من الحرفيه. فالله يجازيهم بخير والله يوفقهم والله يعاونهم. فشوفوا ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ذاك الشيء رائع. نسيت باش نذكركم، هذا المنزل هذا اللي ما عرفش في مدينه القنيطره، وبالضبط هذا المكان هذا اليانز، هذا المكان اليانز اللي بغى يجي يشوفها، يعني الروم بوان الجديده من كنمشيو منا كنخرجوا في طوطال. فشوفوا ما شاء الله، كاين شي بعض الاماكن يعني كما راني ذكرتها في الفيديو السابق، اضطرينا اننا شوفوا القوه ديال العيب اللي كانت. فشوفوا هنا يعني هذا المكان هذا اضطرينا اننا كنديروا خويات بحال هكذا، يعني هذه حنا اللي صنعناها، حنا هذه كل شيء هذا كان عيب، يعني هاد الكورنيزه كانت جايه من الفوق وهاودا متلاقيه مع هاد الشوكه لتحت. فشوفوا حنا حاولنا نقصوا شويه، فشوفوا شحال ديال العيب، وكاين اضطرينا اننا نقطعوهم ايضا، هاد الفواصل اللي كتشوفوا هنا، يعني كل 3 متر درنا فاصله باش ما يبانش العيب، والحمد لله هو كيما كتشوفوا هنا، يعني درنا هاد الفاصله هذه هنا، يعني كل 2 متر ولا 2 متر وشي حاجه داروا الاخوان فاصله باش كنعزلوا كل بلاكه بوحدها، وحتى الفوق ايضا يعني كل بلاكه تعزلت بوحدها. فالحمد لله الناس اللي ما عارفينش، هذا ديكور ترافيرتينو اللي كيتخدم بالسلعه ديال المونوكابا اللي معروفه الباستاشينو، فهي السلعه ديال المونوكابا، فكيجي رائع الاخوان لا في المنظر ديالو، واكثر من هذا الميزات اللي في هذا المنتوج هذا، واحد الميزات اللي رائعه الاخوان، على حسب ليزولاسيون، الحراره، البروده، الصوت، الصدمات، التشقق، يعني داك الشيء رائع. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، وكما تعودتوا دائما يعني كتشوفوا في القناه ديالنا النتيجه دائما كتكون رائعه الحمد لله. هادشي اللي كاين الاخوان، يلا حتى نتشوفوا ان شاء الله في شي فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله.